سلام، احنا اليوم ماشيين للمكناس كأول فيزيت للابراتوار ديال الغوشاش. نتلاقاهم دابا شوية تماك. وصلنا للمكناس، قضينا شوية الغراض ديال اننا خدينا لي شومبر. وهذه هي الشومبر اللي عندي تليفوني حاليا، نعم نقدرها ونجيب لها المسائل ديالنا. دونك هذه هي الاول لا جورني، خصني نمشي دابا نخلص نمشي للابوراتوار نشوف شنو ندير فيه وعاد نتحرك. دونك نشوف. الوغ بزاف غادي يقولوا علاش بديتي لي فلوغ، علاش بديتي كدير لنا هذا الفيديو على حياتك الشخصيه ولا علاش لي فلوغ في هذه المرحله هذه ديال الدكتوراه ديال البي اتش دي؟ ما غاديش يكونوا دي فلوغ غير هكاك بور لو بليزير، ولكن غادي يكونوا دي فلوغ انفورماتيف. يعني هي واحد الرحله ولا واحد المسار ديال الدكتوراه، كيفاش كيتعاش من تجربتي الخاصه بزاف ديال الامور. وف مع زقزقة العصافير وداكشي، دونك غادي يكون فيه بزاف ديال الامور اللي مهمه. ولي فيديو ديال البلوغ ما غاديش يكونوا غير فلوغات هكا عاديين، ولكن غادي يكونوا كيهضروا على الحياه ديال طالب الدكتوراه في البيولوجي بالاخص، جزء من المعاناه ديالو اليوميه، الاعمال ديالو اليوميه، اش كيدير اش كيفعل. ولكن ما غاديش يكونوا على الدكتوراه بطبيعة الحال، غادي يكونوا على لا سيونس اون بروميير طون، على لا سيونس، على دي زوفراج سيونتيفيك اللي نقدر نقراهم ونعطي دي ريفيو عليهم، نقدر نعطي دي ريفيو حتى على حساب لي سيري اللي كنتبع ولا هكا. المهم غادي يكون دي فلوغ انفورماتيف لواحد الدرجة ما تصوروش، كبيرة 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 بزاف. ايه غادي نخرجوا من النطاق ديال التصوير ديال لي كور و لي ماتيير ديال البيولوجي لهذه المرحله هذه، اللي نتمنى تكون مرحله زوينه ونستافدوا منها كاملين نتوما وانا. و فيد واستفيد كما كيقولوا، واللي غادي يشوفها طلبه واحدين اخرين اللي غادي يجوا من بعدكم اللي يقدروا يستافدوا من هذه التجارب هذه، ولا يديروا بحالها. حيت قلبت بزاف ما لقيت حتى شي طالب دكتوراه كيدير دي فلوغ على الحياه ديال الطلاب في فريق الدكتوراه ولا هكا، داكشي علاش فكرت انا تكون شي حاجه اللي جديده. كما كانت اول مره درت كور بالدارجه ديال البيولوجي، ما كان حتى شي واحد كيديرها وبديتها وبداو كيديروها الناس من بعدي، هكا فلوغ ديال بي اتش دي نديرها ويديروها الناس من بعدي. حيت لي فيلوغر في مجالات اخرى، في مجالات الحياه ديالهم اليوميه وكذا، راه كيديرها، ولكن ما لقيتش انسان اكاديمي عربي كيدير دي فلوغ هكا وكينشرها. دونك كنتمنى ان هاد اول تجربه تعجبكم وتستافدوا منها ونستافد معكم كما قلت. هذا اول فلوغ، بطبيعه الحال لا رياكسيون ديالي ولا هذا معليش كون ناتوريل 100%، كاين شويه ديال الشوميه شويه ديال هذا. المهم خصكم تعودوا عليها صافي. اليوم هي ماشي خدمه ديال بي اتش دي ديالي، ماشي خدمه ديال الدكتوراه ديالي، ولكن سيت ان اناليز ديال سميتو ديال لابوغاتوار اللي كون غا فيها انا واحد الصديق ديالي اللي تشوفوه سوفون معايا هنايا، واللي ها هو جاي. سلام. غادي تشوفوه سوفو معايا هنايا في لي فلوغ، حيت هو هي از ماي ميت وماي روم ميت وماي لاب ميت. دونك دابا غادي نمشيو لابو فين غادي نحطو لي جونتيون، ومن بعد غادي نجيو نقادو في لابو برانسيبال، غادي نقادو فيه لي بوات بيتري. الغرض من لي زاناليز هو اننا شنو نديرو؟ شنو هي الطب؟
لا بلاش لا بلاش ما يصلحش. دونك دابا غادي نمشيو للابو ديال الوصول اللي مختص المهم بالوصول. مي سلوك اش نديرو؟ نحطو هنا الشانتيو بور لي شانتيو ابخي غنمشي نخدمو نحطو لي بوات بيتخي بان المهم سالي تنتفكرو تنتفكرو حتى نوصلو. دونك نتسنى هنا غادي نمشيو نقضيو شغير وغادي نجيو نديرو لي بوات بيتخي. المعاناة الكبيرة في اللابوراتوار هي تشد هاد لي بوات بيتري هادو وتركبهم على هاد الشكل هذا. بيان سور طلبة الفيلوجا اللي عرفو علاش كنهضر، ولكن المشكل هو فين كتهز السيوحتين وكيكونو ماشي هما هما. دونك خصك تسال على الكل هدا الكل هدا دونك تلاقاو من هادو حتى نوصلو لهادو من هادو حتى دونك هذا كان نهار لو 5/12/2017 كان عندي اول نهار بدي نشوف السيكل ديال الدكتوراه. وصراحه بادي بشحال هادي من بعد شهر 11 فاش تكون درت لانسكريبسيون، ولكن لا ديمارش ادمنستراتيف من ناحيه ديال لابوراتوار داكو هذا ما كانتش كامله، دونك ما قدرتش على انني نبدا بشحال هادي. لحد الان تقريبا ساليت لا ديمارش كامله، بقات غير شي وراق نخدمهم في السيمانه الجايه. اشنو درت ولا شنو علاش يعني في ابروبو ديال السوجي ديالي لازم نهضر لكم عليه من بعد، ولكن الهدف الرئيسي ديالي هو انني لحد الان نجمع واحد لونفون ديال لي زوفاج ولا ديال لي ريفيو بيوغرافيك على الاقل باش نبدا باش نشوف، لان لحد الان ما عارفش التصور ديال البحث ديالي كيف غادي يكون، اش ندير فيه، اشنو النقط اللي خصني نركز عليها، اشنو النقط اللي خصني ندير بها. دونك هادشي كامل خصني نجمع واحد لونفون ديال لي دوني. قلت لكم لونسوم ديال لي دوني اللي يبينوا لي الطريق، نعرف المسار اللي غادي نتاخد. دونك لحد الان باقي كنجمع باقي كنفكر او ميم طون كنخدم على 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 الجورني اللي غتكون عندي على المشاركه ديالي في الجورني ديال بيوديفيرسيتي ريسورس ناتوريل بيوديفيرسيتي اللي غنشارك فيها بواحد الارتيكل كتبته ولحد الان جو لي سومي بور اتر بوبليي. اللي غادي نشارك فيها كاول مشاركه ليا دونز اون واحد ليفينمون سيونتيفيك بحال هكا بار اون بوستر مهم واحد شي حاجه مهمه نبدا بها نعرف بالخدمه ديالي وشنو كندير. هادشي اللي حد الان اللي كاين. قبيله تكون سدويت لكم على ان شنو نديرو بلي بوات بيتري، ولكن للاسف ما كملناش، دخلنا لهم اليوتيوب باش يتستيريليزاو. غدا ان شاء الله نقدروا نصاوبوا لي ميليو دو كولتور اون انكيبيون الاشياء اللي تعرفوا اللي تجي من باب اللي تعرفوها بطبيعه الحال. دونك هذا هو لا جورني بروميير جورني ديالي دان ايتوديون دكتوراه في البيولوجي. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، عجبكم نيزيتي با دو فير دي جيم كومونتيو تفعلوا حيت هادشي هو اللي كيطلع لي فيديو في يوتيوب. الا كنتو كتفعلوا شي حاجه مفيده غادي يطلعوا لي فيديو في يوتيوب، ما كنتوش كتفعلوا مع شي حاجه مفيده ما كت مع حاجه تافهه اللي معمره الويب المغربي. دونك راه ما عندي شي ما عنديش نخلص. ميرسي تشاو تشاو و اون سو فيها.